أما هلأ ليا من الفن والإبداع ننتقل للصحة، فقد أطلقت وزارة الصحة حملة التلقيح الوطنية في سوريا ابتداء من 14 حزيران وتستمر لغاية 18 حزيران. عن الحملة ومن هم الأطفال المستهدفين بالحملة واللقاحات اللي رح تتضمنها الحملة، كل هذا وأكثر رح تخبرنا عنه الدكتورة رشا داغستاني أخصائية أطفال. بالبداية دكتورة خلينا بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على شاشة الإخبارية. يسعد صباحكم ويسعد صباح كل من هلأ عم يتابعنا. اهلا وسهلا فيك دكتوره رشا. يعني بالبدايه خلينا نحكي، حملات تلقيح كثير بتصير وبيعلن عنها عبر وسائل الاعلام ويمكن عبر مكبرات الصوت في الطرقات للحفاظ وسلامه صحه الاطفال. خلينا نحكي عن الحمله اللي هلا بلشت. او هلا اول شيء نحن بدنا نحكي بالفعل مين هن الاطفال اللي نحن المستهدفين بهي الحمله تحديدا. نحن بدنا نفرق، نحن عادة عم نطلق حملات لحتى تغطي موضوع شلل الأطفال، يعني بتكون تعطي بس حصرا لقاح شلل الأطفال بغض النظر عن الجرعات السابقة. لا هلأ هاي الحملة مختلفة تماما مشان ما يخربطوا الأهل، وكتير ناس ما عم يعرفوا إنه هي شو الحملة. هي تحديدا للمستنفدين، يعني اللي ما لقحوا لقاحات أبدا أو فاتتهم جرعة أو جرعتين. يعني فعليا مو مرقنا بقصة الكورونا وهي الجائحة، كثير من الأهالي للأسف ما عاد طلعوا يعني بموضوع اللقاح. نحن مع انه يضلوا بالبيت وكنا وهذا الموضوع العزل وانه نبقى بالبيت، بس بموضوع اللقاحات في كثير من الامهات ما طلعت اولادها وخافت عليها انه تاخذها حتى على المركز الصحي انه تاخذ تستكمل الجرعه النظاميه. فنحن هي الحمله مستهدفه هدول اللي فاتتهم جرعه او جرعتين من اللقاحات النظاميه بالبرنامج التلقيح الوطني اللي موجود بالكرت لكل طفل، او اللي بالمره ما اخذوا ولا اي جرعه لقاح. نعم دكتورة رح نضوي أكثر عن الموضوع ونحكي أكثر، ولكن خلينا هلأ ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة والأخبار السياسية مع زميلتي هديل علي. صباح الخير يا هديل. صباح الخير ليا ونور، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أكد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا السفير الروسي بدمشق ألكسندر يافيموف متانة العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا في كل المجالات. وقال يافيموف إن العلاقات الروسية السورية تتطور بصورة ديناميكية، وتلقت زخما إضافيا أثناء الزيارة التاريخية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق في 7 من كانون الثاني الماضي، التي أكدت حرص البلدين على استمرار التعاون الوثيق في كل المجالات. ووجهت الرسالة الواضحة إلى جميع الأعداء، وجهت أن موسكو تعتزم ألا تتخلى عن نهجها المبدئي من أجل دعم الشعب السوري. وصل عدد الوفيات في العالم بفيروس كورونا إلى حوالي 430 ألف حالة، بينما زاد عدد الإصابات عن 7,700,000 إصابة، وسجلت أوروبا العدد الأكبر من الوفيات التي زادت عن 186,000 وفاة، في حين أصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بسرعة أكبر. أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجوب حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من آثار على عمل المحكمة. وكان ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة. وأخيرا حذرت وكالات إغاثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء نقص التمويل لبرامج إغاثية ضرورية بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا.
المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن أكثر من 30 برنامجا من بين 41 برنامج تدعمها الأمم المتحدة باليمن ستتوقف في الأسابيع القادمة ما لم يتم تأمين تمويل إضافي. الموجز انتهى، عودة إليك ليا. شكرا لك هديل، وأكيد متابعينا بصباحنا لليوم متابعين مع الدكتورة رشا لنحكي أكثر عن حملات التلقيح يلي عم تصير. دكتورة، حكينا قبل الموجز عن الأطفال المستهدفين، ولكن هل هناك حالات خاصة للأطفال بتمنعهم أنه ياخذوا لقاح؟ هلأ تماماً، هلأ في حالات خاصة بشكل دائم وفي حالات مثل ما بنقول مؤقتة. يعني هلأ في الأمراض، يعني بعض الأمراض بتعيق أنه نعطي اللقاح، ولكن اللي مثل ما بنقول فترة مؤقتة، طفل تعرض لأنتان مرض شديد بيتجاوزه بيرجع بياخده. الأطفال اللي بتاخد اللي هو الكورتيزون اللي عايشة على جرعة ستيرويدات، فحسب الجرعة نحن كمان نقدر نلعب بهذا الموضوع. إذا كانت فوق 2 ملي جرام للكيلوغرام واكثر من 14 يوم، يعني هذا فعلا رح تتاثر عنده موضوع المناعه، فنحن كثير بنكون حذرين باعطائه، بنستنى بنوقف الدواء، بنستنى مده شهر بنعطيه الجرعه تبعه. في اطفال ما لهم مضطرين بياخذوا ممكن الاستيرويد فتره قصيره اقل من 14 يوم، جرعه بسيطه، هي ما في مشكله، ممكن ياخذ اللقاح عادي. في اطفال عندهم امراض، للاسف امراض سرطانيه، امراض دمويه مزمنه بتسبب نقص مناعه عند الطفل، هذا اكيد موضوع اللقاح عنده كثير خاص. هلا في حالات نحن بنسميها خاصه، مثل كمان الخدج، نحن ما بنعطيهم فورا اللقاح، عندنا خيارين، يا بنستنى ليصير عمرهم شهرين او انه هو يزيد وزنه ليصير 3 كيلو فما فوق لنقدر نعطيهم اللقاح. ايمت بيفوت الوقت لاعطاء اللقاح؟ يعني اذا كان عنده الحالات اللي ذكرتيها الطفل، هلا عاده معنا مجال مسموح لقد ايه العمر او لقد ايه وقت؟ هلا عاده نحن اذا ماشيين بالبرنامج معنا لعمر الشهر فما يعني اكثر، في شويه يعني مجال، بس في لقاحات لا بنفضلها. ونحن كمان هون لضوي اكثر، اللي بنخاف منه اللقاحات اللي بتجي حيه مضاعفه، هون خوفنا. اما اللقاحات المقتوله بالاساس اللي ما في منها خوف او بتكون مركب عديد السكريات، هذا بنعطيه ما في مشكله حتى لو كان عنده نقص مناعه، لانه هي ما بتخوف، نحن بنخاف من اللي بتجي بتكون حيه مضاعفه، فنحن موضوعنا على بعض اللقاحات مو كامله فلنمشي فيها. طيب دكتوره، رح نكمل حديثنا عن الحمله الوطنيه للقاح وشو هي الفئه المستهدفه. مثل كل سنه سنويا بشكل دوري، وزاره الصحه بتقوم بحملات تلقيح وطنيه لاستهداف جميع الاطفال ضمن الظروف الاستثنائيه وبشكل مجاني. هي نقطه كثير مهمه كمان رح نحكي عنها. خلينا ننتقل هلا لمحافظة الحسكة مع مراسلنا أحمد الحمدوش لنشوف كيف كانت الإجراءات والاستعدادات للحملة التلقيح ومين هي الفئة المستهدفة. أقبال كبير من المواطنين على المركز الصحي في مدينة الحسكة لاستكمال جرعات اللقاح المخصصة لأطفالهم وفق البرنامج المعتمد من قبل وزارة الصحة. بعد رفع إجراءات الحظر وسهولة وصول المواطنين، صار في شوية ضغط على مراكز اللقاح، انه خاصة مركز اللقاح المتواجد في المركز الطبي في مدينة الحسكة. تم احداث فريق تابع للعيادة لتعزيز الروتيني من اجل سرعة تلقيح الاطفال وعدم انتظارهم لفترة طويلة. في اقبال بعد رفع الحظر عن بين الريف والمدينة، اقبال شديد. نحن عملنا فريق تعزيز روتيني، هذا المركز الطبي المحدث عيادة اللقاح في عليها عبء كبير نظرا لخروج بعض المراكز عن الخدمة، فهاي الأهالي حتى من ريف دير الزور يجونا مواطنين، ونحن سعيدين بهذا الشيء. نحن نحث جميع الأخوة المواطنين لجلب أطفالهم للقاح. مديرية صحة الحسكة أرسلت طواقم طبية لمؤازرة المراكز المختصة بالتلقيح من أجل عدم حدوث ازدحام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تم تلقيح جميع الأطفال القادمين من أجل اللقاح، نشوف الطفل إيش له اللقاح المستحق، نعطيه لقاحه، وإذا مو وقت لقاحه نخبره إمتى يجي على اللقاح القادم، وجميع اللقاحات متوفرة، ما عندنا أي انقطاع لأي لقاح. جاي نلقح ابني من الامراض والتلقيح مجانا هنا. نحن نشكر الحكومه السوريه لانه قامت تامن لنا يعني لقاحات لهالاطفال.
الكل اللقاح متوفر الكل بدوره وماشي الأمور تمام. وعبر الأهالي عن شكرهم للجهود الحكومية المبذولة من أجل تأمين اللقاحات بشكل مجاني، الأمر الذي يساهم في حماية أطفالهم رغم الحرب الاقتصادية الغربية بحق الشعب السوري وخاصة على القطاع الصحي. ولا تزال المؤسسات الصحية ماضية في تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المناطق. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. متابعين أكيد مو بس بمحافظة الحسكة، بكل المحافظات السورية. خلينا نحكي عن المضاعفات ما بعد اللقاح. منلاقي مضاعفات عند الأولاد بتصيبهم، يعني في أولاد بتصيبها وعالم كتير بتصيبها. وعالم ما بتصيبها أبدا. لا، ما هي نسبة، في نسبة من الأطفال ارتكاسهم للقاح بيكون مختلف. خلينا نشرح ليش والأسباب هي فعليا حسب الطفل ارتكاسه المناعي، هي أولا. ثانيا يعني هو اللقاح مو بس عبارة عن مثل ما حكيت جزيئات مثلا من الفيروس، هي فيها مواد حافظة وفيها مواد بتركيبه، وفيها أحيانا ممكن تكون صادات ونيومايسين وستريبتومايسين، في بيض كمان. فأنه في بعض الأطفال بيتحسسوا لأحد مكونات اللقاح فبيصير عندنا هذا الارتكاس. فنحن حسب الارتكاس، إذا كان بسيط تورم مثلا ألم مكان الحقن هذا ضمن المقبول ما في خوف، لكن في أطفال ارتكاسه عم يكون شديد، الارتكاس التأقي التحسسي اللي ممكن يوزم الطفل بشكل شديد، نوصل لا سمح الله لوزمة بالحنجرة. هذا اللي فيه خوف وفورا بده مشفى، ومنحط ملاحظة انه هذا الطفل بيتحسس من اللقاح لحتى مستقبلا بالجرعات الثانية. هلأ في كمان ملاحظة بدي أقولها، انه هو الحرارة عادة عم تكون بعد لقاح الخماسي أو الرباعي، فأنه هذا الشيء متعود عليه لأنه عم ينعطى هلأ حاليا الخلوي، سابقا كان اللاخلوي. هلأ الحمد لله مشكورة وزارة الصحة، برغم ظروف الحرب اللي مرقنا فيها وكل سنوات اللي مرقنا ما يعني ما تأثر أبدا بموضوع اللقاح، كان دائما متوفر ومجاني بكل المراكز الصحية. هذا بدي لك يا دكتورة نسأل عنه، يعني دائما ضمن ظروف في حملات وطنية للقاح دائما بشكل دوري مستمر للأطفال، لأنه بنعرف قديش مهمة اللقاحات للأطفال وبشكل مجاني، يعني مو فقط بالمراكز الصحية، بدوريات جوالة على البيوت حتى خلال هي الحملة. خلينا نذكر هي الحملة مين مستهدفة، الفترة يجب التوجه، وفي كمان دوريات جوالة لكل الأمهات والعوائل اللي عم يشوفونا. تمام. هلأ التذكير، الحملة بتبلش من بكرة من الأحد للخميس من 14 ل 18 هذا الشهر الجاري. فهي المستهدفين مثل ما ذكرنا الأطفال اللي ما أخذوا ولا جرعة لقاح من وقت اللي ولدوا، يعني نحن نسميهم المتسربين بشكل كامل. كل اللقاحات؟ ايه رح تعطي، رح يا ريت اذا كان الطفل له دفتر لقاح تجيبه الام معها، حيندرس حاله الطفل ويستكمل اللقاحات، او المتسربين بشكل جزئي اللي يعني فوتوا جرعه او جرعتين من برنامج اللقاحات، او اللي مرق مثلا هو موعد الجرعه مفروض مثلا كان الشهر الماضي مرق عليه شهر او حتى شهرين وما اخذه. فنحن مستهدفين المتسربين من اخذ اللقاح، يعني هي الفئه اللي احنا بدنا اياها تحديدا، خصوصا انه مو اجتنا مثل ما ذكرت بالبدايه مرقنا بقصه الكورونا، فكثير من الاهالي خافت وبالذات الامهات خافت انه تاخذ اولادها وتطلع فيها وتعطيها. حتى الجوالي كانت خافت تفوت العالم على بيتها، يعني حتى الجوالين كانت خافوا، وفي منهم خافوا قالوا يعني الشائعه اللي هي انا برد باكد انه هي غلط، انه هو ممكن ياثر على المناعه، هو بالعكس هو بيقوي مناعه الطفل، هو بيحميه من هي الامراض الخطيره. نحن خوفنا هلا لانه الطفل ببيئه تجمعات والازدحام، بالعكس نحن بنخاف عليه اكثر بهذا الموضوع، وبقصه الكورونا بنخاف عليه اكثر انه هو يستكمل لقاحاته كامله. نعم دكتوره، يعني قبل ما نختم مع حضرتك، اليوم لازم يضل عنا حاله من القلق، حاله من النظافه الشخصيه. أكيد. لسه في حالات من الكورونا، لازم نكون أكثر وعي ونبعد عن التجمعات ونترك مسافات أمان. نصائح بتحبي توجهيها لكل الأمهات للعناية بنظافة أبنائها وللحماية صحة أبنائها أيضا؟ أكيد. هلأ بوجه لهم أنه هن يهتموا مثل ما ذكرتي النظافة الشخصية، يعني هلأ المعقمات ما ضروري قد ما أنه التغسيل بالمي والصابون، تغسيل الإيدين هذا شيء أساسي، خصوصا الأطفال بيلعبوا ممكن يهملوا هذا الموضوع.
وباكد لهم انه اللي حيروح هلا على مشان ياخذ الحمله وهدول بالذات انه رح يكون كل شيء ضمن التعقيم بالمراكز، رح يكون نحاول قدر الامكان انه ما يكون في ازدحام، رح يكون الكادر الطبي كله يعني بكمامات قفازات تعقيم كامل، حتى موضوع السرنجات اللي استخدام مره واحده وشيء شخصي حيكون تعقيم بشكل كامل، فان شاء الله ما في خوف من هذا الموضوع. بس انا رح اعطي ملاحظه صغيره اللي هي مثل حتى كتبناها على دفتر اللقاحات انه في بعض الامراض لا تمنع اللقاح، بنرد من عيده اللي هي الطفل اللي عنده اسهال، الرشح الخفيف، الحراره الخفيفه، او اللي عم ياخذ مثلا هو بفتره النقاهه انه كان من اسبوع او اسبوعين هو عم ياخذ انتيبيوتيك صاد حيوي، فانه لساته مكمل بجرعه الدواء، فيني لقحه؟ ايه في لقحه وما في مشكله. حتى انكتب هالشيء على دفتر اللقاحات كثر هالاسئله عشان ما يروح اللقاح عليه. تماما، فبحب اكد كثير على هي النقطه، وبرد بتشكر وزاره الصحه مره ثانيه، وبنتشكر كمان الدكتور فادي قسيس اللي هو مسؤول مدير الرعايه ومسؤول عن اللقاحات انه عم تتوفر الحمد لله انه دائما بكل المراكز وما انقطعت، وحتى برغم وقت اجت هجمه وباء شلل الاطفال عند الاطفال تسيطر عليه وانقضى تماما عليه الحمد لله بفضل هالحملات. كثير كبير بجميع كتير. المحافظات ايه. يعني نضم صوتنا لصوتك دكتوره رشا دغستاني اخصائيه الاطفال، ونشكرك ونوجه تحيه كثير كبيره لجميع الكوادر الطبيه ولوزاره الصحه بشكل خاص، لانه حملات التلقيح ما توقفت رغم كل الظروف مثل ما قلتي وباء شلل الاطفال تم ضبطه من خلال حملات اللقاح. بنشكرك كثير، شكرا كثير لك. انا الاستاذ يسعد صباحكم. يسعد لي صباحك دكتوره، واكيد بدنا نرجع نذكر الاهل انه يجيبوا معهم الدفتر او الورقه، وب 14 الشهر رح تبلش بكره ان شاء الله، رح تبلش حمله التلقيح. لازم كل حدا ما لقح اولاده اكيد يتوجه لاقرب نقطه طبيه بمنطقته. شكرا كثير لك دكتوره.